مساء الخير على كل حبايبي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عالم منوعات. منورين دايما اسره قناه عالم منوعات. اتمنى لكم يا رب الصحه، دايما تكونوا في احسن حال، ورمضان كريم، صوما مقبول وافطارا شهيا يا رب العالمين. طبعا معانا النهارده برنامج يعني يعتبر زي المقالب بالظبط كده، بس طبعا بدل ما يكون هو مقلب، فاحنا في البرنامج دوت بيشوف مع ايه هو رد فعل الناس. يعني مثلا بيعملوا موقف كده، وبعد كده يبداوا بقى يشوفوا ايه رد فعل الناس ويصوروه، وطبعا بيبان طبعا على الناس وعلى وشوشهم وكده ردود فعل صادمه، فعشان كده هو اسم برنامج الصدمه. عندنا بقى النهارده الحلقه 10 من برنامج الصدمه، معذره طبعا على الاصوات اللي حواليا دي حبايب قلبي، معلش حاولوا انتوا تستحملوني شويه في الفيديو. يعني طبعا الحلقه 10 النهارده من برنامج الصدمه كان جميل جدا جدا، وهو طبعا ام كان معاها طفل صغير كده، وكانت داخله عملت نفسها يعني هي داخله محل، والمحل ده طبعا كان فيه زي ادوات منزليه كده وصيني وحاجات كده اللي هو الصيني والكاسات، ويعني زي اللي هي حاجات اللي هي اطقم العروسه وكده، تجهيزات العرايس يعني. فطبعا الطفل غصب عنه وهو ماشي كده غصب عنه راح كسر كذا طبق صيني يعني وكده، فطبعا الطبق الصيني كلها وقعت على الارض ودششت. وطبعا كان في عامل واقف كده، فهي اتهمته ان هو اللي كسر الحاجه يعني، او وقعت من ايده غصب عنه. لكن طبعا ردود افعال الناس كانت صدمه جدا، والناس وقفوا كده اتصدموا من اللي شافوه. وطبعا ناس كتيره قالوا لها لا، انت ابنك هو اللي كسر الحاجه، ابنك هو اللي وقع الحاجه واحنا شايفينه، بلاش انت تتهم العامل الغلبان، عشان هو طبعا هو ممكن يترفض من شغله في اي وقت، فحرام عليكي كده. والناس طبعا كتيره قعدوا يشتموها، وكان رد فعل الناس يعني بصراحه صعب جدا، وبصراحه ناس كتيره وقفوا ضدها وقالوا لها بلاش اللي انت بتعمليه ده، حرام عليكي، احنا شايفين ابنك اللي هو اللي وقع الحاجه، هو اللي كسر الحاجه. وطبعا في الاخر خالص قالوا لهم يا جماعه ده مقلب وكده. وكانت ردود افعال الناس بصراحه كانت حلوه جدا يعني، وقفوا مع العامل وكده.